بالمهجة والجري في حياته عاين الكعبة تشوف ووسط جروح ألم تضحياته لله في كل بالمهج أول جريح في حياته عاين الكعبة تشوف ووسط جروح ألم تضحياته لله في كل الظروف وخرج روحا إذا صار بصلاته يطبر شر السيوف من مثل حيدر إلى حد وفاته قلب مجروح أطوف بالمهد أول جريح في حياته عاين الكعبة تشوف ووسط جروح ألم تضحياته لله في كل الظروف وخرج روحا إذا صار بصلاته يطبر شر السيوف من مثل حيدر إلى حد وفاته قلب مجروح أطوف ينزف على فراشه وكيد عن الرحمة لا تبعيد وغير الله لا تقصيد يا موالي والصمولة الحسن وصل الشيعة هذا سيد البشر واجب نطيعة حب أغلى وطن نرفض نبيعة حب أغلى وطن نرفض نبيعة بالمهج أول جريح في حياته عاين الكعبة تشوف ووسط جروح ألم تضحياته لله في كل الظروف وخرج روحا إذا صار بصلاته يطبر شر السيوف من مثل حجر إلى حد وفاته قلب مجروح أطوف ينزف على فراشه
غير الله لا تقصد يا موالي والصمول الحسن وصل الشيعة هذا سيد البشر واجب نطيعة حب أغلى وطن نرفض نبيعة حب أغلى وطن ذي المهد أول جرح في حياته ووسط جروحه ألم تضحياته لله في كل الظروف وخرج روحه إذا صار بصلاته يطبر شر السيوف من مثل حيدر إلى حد وفاته قلب مجروح وعطوف ينزف على فراشه وأكيد عن الرحمة لا تبعي وغير الله لا تقصد يا موالي والصمول الحسن وصل الشيعة هذا سيد البشر واجب نطيعة حب أغلى وطن نرفض نبيعة ينزف على فراشة وأكيد عن الرحمة لا تبعد وغير الله لا تقصد يا موالي والصمول الحسن وصل الشيعة هذا سيد البشر واجب نطيعة حب أغلى وطن نرفض نبيعة حب أغلى وطن نرفض نبيعة يلفظ أنفاس الأخيرة بالوصايا واليتيم ينحب ويلطم في الزوايا والفقير ينادي من يوب يلينا طبرتك باب وتفتح للرزايا بعدك المن تلتجي هذه البرايا ما حد يحين بعد عينك علينا وعظامي وصيتي جلت في محراب الفجر يلفظ أنفاس الأخيرة بالوصايا
اليتيم ينحب ويلقم في الزوايا، والفقير ينادي من يبقى لنا طبرتك باب وتفتح للرزايا. بعدك المن تلتجي هذه البرايا، ما حد يحين بعد عينك علينا، وعظامي وصيات جلت في محراب الفجر من قطع لله يصلي ويدري بالغدر، وعظمي وصيات جلت في محراب الفجر من قطع لله يصلي ويدري بالغدر، ذايبة بالسجدة ذادة بالمحبة كل صلاة يصليها، وانحنى سيف المرادي وشاق نور البدو. وعظامي وصياتي جلت في محراب الفجر من قطع لله يصلي ويدري بالغدر، ذايبة بالسجدة ذاتا بالمحبة كل صلاة يصليها، وانحنى سيف المرادي وشاق نور البدو. وإماما وعليا ما مثل حيدر مثال، نتبع خير العمال على فرض وما نرفض، لو حصل وش ما حصل من صلاة نرتقي، نختفي نهج النقي، نهج سالم ما نساوي، حيدر أعظم تقي ما مثل حيدر مثال، نتبع خير العمال على فرض وما نرفض، لو حصل وش ما حصل من صلاة نرتقي، نختفي نهج النقي، نهج سالم ما نساوي، حيدر أعظم تقي. في أذان واضحة نفحة النور من يبدي الفاتحة تنصت الحوت، وبالسجود الجارحة كلها في حضور يطلب الله يسامحه لو بدقصور. في أذان واضحة نفحة النور من يبد الفاتحة تنصت الحور، وبالسجود الجارحة كلها في حضور يطلب الله يسامحه لو بدقصور، يطلب الله يسامحه لو بدأ قصور. يا علي